السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جمعة وطابت جمعتكم، تقبل الله طاعتكم، ما شاء الله تبارك الله. طلعت من البيت تفاجأت بالمطر، مفاجأة حلوة، مطر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، الأجواء جميلة. قلت خلنا نطلع، يمكن أروح سوق الدمام الطيور، أتمشى شوي وأحرك رجولي وأتفرج، لكني حقيقة تفاجأت بالمطر ما شاء الله ما شاء الله. أجواء جميلة، الساعة تقريبا 7 صباحا. هذا الوقت 6:53، اليوم 24 نوفمبر، 6:53 صباحا الجمعة. توكلنا عليك يا الله. الحمام مصطفين على هذا السور من المطر، أول مرة أشوفهم كذا. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الوقت عندنا صباح إحنا، بس عند غيرنا يمكن يكون مساء أو ظهر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. درجة الحرارة الآن 18، يقولون مطر اليوم 45%. ثمانتعش درجة حرارة ونسبة المطر 48%. درجة الحرارة 18 ما شاء الله، واليوم 45% المطر. وهذه الخريطة الهطول، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، سحابة عظيمة ما شاء الله. وهذه مثل ما تشاهدون السحابة ما شاء الله فوق الدمام والخبر والبحرين، حتى على البحرين بس. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. جبير الله يجعلها مطار خير وبركة، الله يجعلها سقيا خير وبركة ورحمة على البلاد والعباد. لحد الآن ما سووا اختراع يحطوا المساحات هنا على المرايات الجانبية وعلى القزاز، لحد الآن اختراع هذا ما تم. أي نعم، تطوير مستمر حق السيارات، كل يوم يخترعون شيء جديد. يقول لك النقطة العمياء والنقطة الحولة وتحديد المسار، بس ما حطوا مساحات على المرايات.
نبغى مساحات، لو سمحت نبغى مساحات على المرايات، تمسح المراية وتمسح القزازة. بسم الله الرحمن الرحيم. شارع 30، هذا شارع 30، وهذا شارع نسيت اسمه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. معجنات الشلال، ريالين فلافل، ريال فلافل، ريال فلافل، ريال فلافل، أيوة، واحد جبن، واحد جبن، أيوة، واحد شاي حليب، شاي حليب، أيوة، ثمانية. يبغى فلافل حار الله يعطيك العافية، أربع حبة. ها؟ طيب يلا. الله يعطيك العافية. وهذا الجبن ما شاء الله تبارك الله، بالعافية علينا.
شاء الله ما شاء الله يا الأجواء، أجواء خطيرة ما شاء الله تبارك الله. وهذه آخر لقمة، آخر لقمة العافية. مثل ما شاهدتوا هذا كان فطور اليوم، اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، ولي فترة ما حلقت، فترة طويلة ما حلقت ولا رتبت ولا سويت أي شيء، الحمد لله. محتار والله وين أروح، ودي أروح للدمام سوق الطيور بس الوقت يعتبر متأخر شوي، ساعة 8:30 صباحا، خاف أروح يمكن ما في أحد مطر، أو أروح الكرنيش ما أدري والله وين أروح، بشوف إن شاء الله يمكن أروح للدمام. والمطر ما شاء الله موسم. هذه هايبر لولو، من عند هايبر لولو إلى طريق الملك فهد، هذا طريق الملك فهد، هذا يودينا إلى قلب الدمام، ويودينا إلى مطار الدمام، نعم سيدا إلى مطار الدمام. مطار الدمام يبعد تقريبا 80 كيلو من المكان هنا، على يميني صبيخة وعلى يساري الخبر الجنوبية، وبعد شارع 25 يصير يمين الصبيخة ويسار البيونية، وهذا شارع 25 أمامي مباشرة، هذا شارع 25، من هنا تبتدي البيونية، حي البيونية، وحي البيونية أقدم من حي الخبر الجنوبية. أول حي طلع هنا في المنطقة الجنوبية أو جنوب الخبر هو حي البيونية اللي على يساري، أما الصبيخة على اليمين هي قديمة. نعم، وهذا أمامي كبري طريق الملك عبد الله، ومقابل الكبري هذا مبنى بلدية الخبر على اليسار، تشوفون البرج هذا اللي لسه لحد الآن ما اشتغل، وعلى اليمين محافظة الخبر، هذا مبنى المحافظة، البلدية والمحافظة مقابلين بعض مباشرة، وتحت الكبري هذا طريق الملك عبد الله طيب الله ثراه، هذا طريق الملك عبد الله يودينا للظهران وللأحساء ول الجهة الغربية من المملكة. نعم، وهذه الخبر، منطقة الخبر. الأمر الغريب أن هذا الشارع هنا في هذا المكان اسمه شارع أو طريق الملك عبد العزيز، يعني أنا كنت أمشي في طريق الملك فهد وبعدين هنا صار طريق الملك عبد العزيز، وبعدين من عند إشارة ديسكفري، ديسكفري هذا فيها نصب تذكاري من رحلة الأمير سلطان إلى الفضاء، فوضعوا مجسم إلى صاروخ ديسكفري عند هذه الإشارة اللي هي في طريق الأمير فيصل بن فهد، فسميت بإشارة ديسكفري أو إشارة طريق الملك فهد مع الأمير فيصل. نعود إلى الموضوع، كنت أمشي في طريق الملك فهد، الآن أنا في طريق الملك عبد العزيز، وبعد الإشارة هذه اللي أمامي مباشرة تشاهدونها يعود الشارع إلى طريق الملك فهد،
بعد النفق هذا يصبح اسم الشارع طريق الملك فهد. لا أعلم لماذا، ربما لأن يوجد طريق أو شارع الملك فهد داخل الخبر القديمة، في شارع اسمه شارع الملك فهد، فربما يعني ما يسمى في منطقة شارعين باسم واحد، والله أعلم. وهذا كوبري الملك سلمان المعلق، اسمه كوبري الملك سلمان المعلق. على اليسار منه يودينا إلى حي الحزام الذهبي والحزام الأخضر، واليمين يودينا إلى البندرية وحي اليرموك وطريق الأمير تركي وكرنيش الخبر الجنوبي. الآن دخلنا في منطقة الراكة تقريبا. منطقة الراكة هذه تقع بين الدمام والخبر، منطقة قديمة. وهذه منطقة الراكة اشتهر يعني أكثر سكانها من أهل الزبير، وأهل الزبير عشت معاهم فترة طويلة، يعني عمر كامل 30 سنة تقريبا، ولكن علاقتي انقطعت معهم الآن من سنوات تقريبا، ربما 10 سنوات. كان في زيارات متقطعة خفيفة ثم انقطعت العلاقات نهائيا. على كل حال يعني عشت معهم تقريبا 30 سنة وتأثرت فيهم كثير وتأثرت منهم كثير، فلذلك كثير من الناس إذا يسمعوني يعني يفكروني أحيانا من أهل الزبير، يفكروني من أهل الحسا، لأن أهل الحسا وأهل الزبير يعني متشابه كلامهم، لكن بالنسبة لأهل الحسا والزبير لا يرون في تشابه، وفعلا ما في تشابه، لكن يعني مثل الكوري والصيني والياباني نحن نراهم واحد لا نفرق بينهم، لكن هم يفرقون بعض ويعرفون الصيني من الكوري من الياباني. نعم، وهذا طريق الملك فهد. الأجواء جميلة ما شاء الله، سحاب وغيم وضباب، والله المستعان. لأنها مدخنة فيها دخان، طبعا سحاب، ما احنا قايلين ضباب الآن، نقول سحاب لأن الجو كله غيم ومطر. والطريق ما شاء الله فاضي، اليوم جمعة، معظم الناس في يوم الجمعة تنام، يعني مخالفين إلى الطبيعة، مخالفين إلى الطبيعة إلى الحياة، بدل ما يكون يعني الوقت هذا نشاط إجازة والناس صاحية بكير، ولكن قضى عليهم السهر. نعم، هذا اعتادت الناس على الحالة هذه، والحمد لله. وأنا أعتقد بأن يعني من حافظ على النوم بدري ويصحى بدري من الفجر فهو في نعمة يفتقدها الكثير، لأن هذا من متاع الدنيا أن تستيقظ من الفجر قبل الأذان وتصلي الفجر، فهذا يعني شيء جميل في الحياة لا يدركه الكثير. وهذه الأبراج اللي بين الراكة والدمام، ما شاء الله تبارك الله، المنظر جميل جدا. السحاب يعني الأبراج كلها في
السحاب تغلب. ما ان شاء الله حتى الشاشات الابراج صارت اكثر وضوح ما شاء الله تبارك الله. مطر خفيف والله كريم. يعني الفجر يكون الدنيا اكثر سكون واكثر هدوء، ولولا يعني ان الناس نائمة في هذا الوقت ما اصبحت اكثر سكون واكثر هدوء. على كل حال مثل ما يقولون الريست، الريست اللي هو يعني يعتبر إعادة التشغيل، الريست يعني إعادة التشغيل، لما يتعطل عندك الهاتف يعلق عليك يصير ما يشتغل تقوم تعمل له ريست يعني إعادة تشغيل، فلما يشتغل تعمل له إعادة تشغيل يعني يشتغل الجهاز يصير كويس، تقفل بعض الحاجات فيها اللي تكون معلقة. كذلك الفجر اللي ينام يقوم الفجر من الفجر وكأنه يعمل لنفسه ريست إعادة تشغيل ضبط، فيكون خفيف مثل ما يكون الجهاز خفيف. وبعض الأحيان الجهاز يحتاج إلى فرمات، وكذلك الإنسان يحتاج إلى فرمات إعادة ضبط المصنع. الفرمات أن تعيد الجهاز إلى إعادة ضبط المصنع، والإنسان يحتاج أحيانا مع الحياة ومع الأحداث ومع الفوضى العارمة والفتن فيحتاج الإنسان أحيانا إلى فرمات، وفرمات الإنسان يرجع إلى عادة الضبط، أن يكون يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويعود إلى فطرته السليمة التي فطره الله عليها. نعم، يترك كل شيء ويرجع إلى فطرته، فينتظم إن شاء الله فيها كثير من علاج حالات الاكتئاب وحالات القلق والزهق من الدنيا. والله المستعان، الدنيا بسيطة وسهلة ولكن الإنسان صعبها، يعني حياة سهلة لكن اختراعات، يعني الناس تخترع أشياء في الحياة ألزمت فيها بالحياة حتى تميز نفسها. يعني ما زال الإنسان مستمر في يحاول أن يميز نفسه، يعني التمييز هذا يعني كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا الأغنياء يتصدقون، فأتوا الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لا يوجد معنا شيء نتصدق، يعني الناس الأغنياء يتصدقون وإحنا لا نستطيع أن نتصدق. فأخبرهم قال سبحوا الله 33 وحمدوا 33 وكبروا 33 فتكون لكم صدقة، ففعلوا ذلك فعرف الأغنياء ففعلوا ما يفعلون الفقراء، ثم ذهبوا إلى النبي فأخبروه مرة أخرى. يعني فهذا التميز يعني في الحياة دائما الإنسان يعني يركض خلفه، يعني يحتاج إلى الفلة وإلى السيارة وإلى الفخامة وإلى الأثاث وإلى التميز الاجتماعي. والآن وصلنا يعني أحدث شيء أصبحت الزواجات حسب ما يعني سمعت بأن أصبح يضعون مكان خاص بالفي آي بي. الفي آي بي يعني الشخصيات الهامة، فيكون في جزء في صالة المناسبة
خاص يجلس فيه الفي اي بي، وهذا يعني تمييز في المجتمع، وهذا يسبب مشكلة، فتدب الغيرة في قلوب الناس وكذا، فمنهم من يحاول أن يصل إلى هذا المكان الفي اي بي، ومنهم من ينسحب يقول ما يعني لا يقبل بهذا الوضع ولا يذهب يعني. فهذا التميز في المجتمع هو الذي خلق حالة من الاكتئاب وحالة من القلق وحالة من التميز الاجتماعي والمجتمعي، وهو كله من الشيطان حقيقة يعني، ليس الحياة هكذا يعني. فمثل ربما البعض شاهد بيل جيتس، أحد الأمريكان الأغنياء، وهو يعني مخترع أحد أجهزة الكمبيوتر وصاحب مصنع يعني شركة كمبيوتر، يصطف في الطابور مع الناس يأكل، يشتري له وجبة همبرجر وصاف في الطابور مع الناس، لأن هذه الفطرة السليمة يعني. فهذه إذا ما يفعلها لا يشعر بالمتعة في الحياة يعني. هذا إسكان الخبر، إسكان الدمام، هذا إسكان الدمام. نعم، يعني متعة الحياة أن تكون في وسط الناس ومع الناس وتشارك الناس، وكل وسيلة ترفيه يعني تجعل منك تجلس لا تتحرك، فهي تسبب لك إعاقة وتسبب لك مرض وتسبب لك مرض يعني. أنت الإنسان محتاج أن يتحرك وينشط دورة الدموية ويحرك عضلاته وكل الأمور. فكل ما جلس أعتقد حتى لو كان شاب، أنت شاب تجلس عندك خدم يشتغلون يطبخون يسوون، وأنت جالس تشاهد التلفزيون فقط أو ماسك التليفون تسولف، يمر عليك شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، ثم تكتشف أن عندك أمراض دوالي، وعندك ارتخاء في العضلات، وعندك سمنة، وعندك كذا يعني، وعندك كسترول، وكل هذا بسبب الرفاهية اللي أنت عشتها. والحقيقة يعني أن الرفاهية هي في الحركة والرياضة والنشاط والعمل. لما تشعر رجولك يعني تعبتك، لما تشعر ظهرك يوجعك مثلا وانت واقف وانت تشتغل وانت كذا تتحرك، فهذه كلها تصلبات للعضلات، فهذا التصلب يعني يأتي بعده الراحة يعني. ما تشعر بالراحة إلا إذا شعرت بالتعب. وكثير ممن يعانون قلة النوم لأنهم لم يجهدوا أنفسهم في الحركة وفي العمل وفي النشاط، حتى إذا وضع جسمه على السرير يجد طعم الراحة أو يشعر بطعم وضع الجسم على السرير. لذلك كثير الناس يعانون من القلق والأرق قبل النوم. والأشياء هذه اللي أنا أتحدث فيها حقيقة هي يعني مجرد عناوين يعني، تحتاج إلى كثير من الشرح وكذا، لكني أنا يعني ما عندي مجال غير العناوين، ولا أعلم ليش يعني دخلت في هذا الموضوع. على كل حال يعني السوالف مثل ما يقولون، والحديث يجر بعضه وذو شجون. إحنا الآن قربنا الآن إلى سوق سيكو بالدمام، سوق سيكو اللي سبق وصورنا لكم. نشوف إن شاء الله. هذا السوق مشكلته ما نحصل فيه مواقف، لكن اليوم الوضع يختلف، مطر يمكن ما يكون في زحمة، الناس ما تطلع، والله كريم إن شاء الله، والله المستعان. مطعم كودو، مجموعة
زيد المليحي مطعم كودو. ما ادري ايش اصل المطاعم هذه. احنا الان في فترة الحرب هذه، والله ينصر اخواننا في فلسطين ويكون معهم. ويعني بالمناسبة يعني نحن نشاهد في هذه الايام من 7 اكتوبر نشاهد حدث تاريخي لم يمر على البشرية سابقا. يعني مرت حروب نعم وشفناها في الأفلام، لكن احنا الآن نعيشها بفظاعة هذه الإبادة وهذا التهجير في هذا الوقت القصير. نعم، ونرى أشياء يعني قريبة ومواقف قريبة، وسبحان من دب في قلوب الرأي العالمي الوقوف في وجه إسرائيل ما زال بدون فعل، ولكن يبدو أن التحركات قرأتها إسرائيل وقرأتها أمريكا، إذا لم يفعلوا شيئا ستكون العواقب وخيمة عليهم والله أعلم. لكننا نحن نشاهد مجزرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في عون أخواننا وأن يحسبهم من الشهداء وأن يرحمنا برحمته ويكون معنا ويصبرنا، فلا حول ولا قوة لنا فيما يحدث. والله المستعان، وثقتنا في ولاة أمرنا كبيرة إن شاء الله في إدارة الأمور. ومواقفهم في هذه الأزمة رغم البلبلة والثرثرة الكثيرة، ولا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن الجهل ما قتل، والحاسد والحاقد أكثر من الشاكر والحامد. والحمد لله رب العالمين، والله ينصر أخواننا في فلسطين ويكون في عونهم ويعز الإسلام والمسلمين. نحن الآن في شارع اللي يودينا على سيكو مباشرة، لا أعلم إيش اسم الشارع هذا، وهذا المبنى الجميل الإدارة العامة للتخطيط العمراني تبع أمانة الدمام، وكالة التعمير والمشاريع بالدمام، وهذا سوق الدمام، سوق سيكو سيكو سيكو، مواقف التكاسي وسوق الجملة سيكو يا سيكو. وهذا التاكسي الأخضر، في عندنا تاكسي أخضر وعندنا تاكسي أبيض، ووبر وكريم وجنة ومدري كذا، شركات كثيرة حقيقة. أي نعم، والله الشارع فاضي، ما في سوق الظاهر، ما في سوق أعتقد اليوم، العالم شايلين قشهم خايفين بعد المطر اللي جاء للدمام والبردي، خايفين لا يجيهم بردي، تجيهم مطرة تغرقهم. شوف هذا كيف حاط المكيفات عشان الحمام لا يوقف عليها، السوق مليان حمام هنا. هذا جامع الملك فهد بالدمام، الله هذا سوق الطيور، اي والله هذا سوق الطيور، فاضي ما في احد، المواقف فاضية. هذا هو؟ لا مو هذا،
قدام قدام. هذا سوق الطيور. لا والله شغال شغال السوق يبغالنا موقف. والله في مواقف في مواقف. نشوف الحين موقف هذا السوق. والله لا في داخل السوق بعد مواقف. ندخل داخل السوق. جبال 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 جبال. وهذا سيكو 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 مواقف التكاسي والكدادة. والله يعني ما مواقف اليوم واجدة المواقف. يعني معقولة هذه الأماكن فاضية؟ وبعدين احنا صارت عندنا المواقف هذه كلها بفلوس. لازم فلوس تدفع فلوس. أي موقف توقف هنا في له مكينة. هذه المكينة شوف الناس هذه هنا يشترون تذاكر عشان يوقف سيارته. وهذا سوق الطيور. هذا سوق الطيور. ناخذ لنا تذكرة. No cashier at exit. Please pay at auto pay station. يقول ما في كاشير. يقول ما في كاشير. لازم لما يكون عندك فلوس جاهزة تدفعها وانت طالع. تمسح الماكينة. يقول ما في كاشير. اي نعم. يلا يا قلبي يلا. انا شايف موقف من هناك ما شاء الله. اطربني يا كناري اطربني. طيور الحب قامت تتمطر. هذاك الكناري الأصفر اللي داخل الجمس. مطرت مطرت مطرت. زين احنا الحين هذه مواقف هنا قريبة. يعني إذا صار مطر ولا شيء ولا سيارة الواحد قريبة من السوق. طفيت السيارة والمساحات ما نزلت ما قفلتها. ما شاء الله تبارك الله. طيور الكناري تحب الأجواء هذه. الجو بارد ومطر تنبسط. يعني يشوف المطر والماء ويرفرف جنحانه. يعني وده بالماء يتروش. هذه حركة الطير اللي يبغى يتروش. السلام.
وده بالماء. وهذا الثاني العافية. يا كريم يا رحمن يا رحيم. عندك انا سلام عليكم. على كم مالوري؟ هذا 60 جنيه. ما شاء الله. باكستاني ها؟ وهذا انجليزي ها؟ انجليزي. على كم؟ 250. 250. وهذا نفسه؟ ما شاء الله. وهذه البوابة الإلكترونية اللي يقول لك ما في كاشير، تدفع هنا بالبطاقة، تحط الكرت وتدفع. يعني السوق شوية هذا ايش الكناري؟ ايش الكناري الابيض؟ نعم الكناري الابيض. ايوه. ايش نوعه؟ اوروبي. ايه ما له اسم؟ والله نورويتش ما ادري بيسمونه نورويتش او حاجه زي كذا. هذه اناتي ولا؟ لا لا هذا زوج. سبق انتاج لهم شيء؟ لا والله توني مركبهم على اساس الموسم هذا والله. على كم؟ كلفوني 450 بس انا بيع 300. اي هذا سوري هنا 200 ريال. وهذا لا هذول بيعهم جمله. كوره ناتي ولا؟ كوره ناتي. فروخ يعني؟ لا لا ما هو فروخ، كبار. كبار من الانتاج اغلبهم يعني. ايش بغيت انت؟ نوعيه معينه؟ سوري كله، ايش تبغيت انت؟ وإلى بوابة الخروج. فضلا نسخ التذكرة. هنا ولا هنا؟ فضلا نسخ التذكرة. ايوه فضلا نسخ التذكرة. وبعدين معاك. ايوه
3 ريال. وين نحط البطاقة الحين؟ الله، وين البطاقة هاي؟ تمت الموافقة. يا الله عليك، دوختنا. الله، دوخنا. فضل المسح التذكرة، واضح فضل المسح التذكرة. المجيد الشيخ، حلويات وسمبوسة وعلى الصباح باكستاني، مطعم باكستاني. وكانت هذه جولتنا في الدمام. المطر خفيف والزحام خفيف والحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. هنا محل اسماك وملحمة، هذه ملحمة، وهذه ملحمة ايضا للحامين. محلات ملحمة هنا ما شاء الله. هذا محل دواجن وبيض. يا الله يا كريم، يلا نعود إلى الخبر إن شاء الله. جاتنا ريحة مش طيبة، ما أدري من وين هالريحة. يا ساتر يا ساتر، هذا جامع الملك فهد، جامع الملك فهد في الدمام، في قلب سوق الجملة. هذا الجامع في أوقات الصلوات يعني بالذات المغرب والعشاء يمتلي، لأن كل السوق يصلي فيه. جامع جميل، جامع الملك فهد اللي بالخبر أكبر، أكبر من هذا. وبعدين يعني موقع استراتيجي، والمواقف حق جامع الملك فهد أكبر من الجامع نفسه 200 مرة. وهذا ملعب الدمام، استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
قابلك في الخبر مستشفى سليمان الحبيب. هذه اللي تشاهدونها على اليسار لونها اخضر، هذه مستشفى سليمان الحبيب، مستشفى عام ومتخصص، متخصص اعتقد في امراض القلب وكذا. وهذا المبنى القزاز يعني يعتبر اقدم برج هنا بطريق الملك فهد، قبل الابراج هذه كلها كان يعتبر شيء هذا البرج، كان شيء ضخم في وقته. هذا البرج اللي على اليسار كله قزاز، قبل الابراج هذه كلها. هذه مستشفى سليمان الحبيب. كذا يعتبر دخلنا الخبر. شارع 25 بالخبر، هذا الشارع اللي يفرق بين البيونية وبين الخبر الجنوبية، واللي فيه جامع الإمام الشافعي يمين البيونية ويسار الخبر الجنوبية. من الطارق؟ يا الله عسى خير. اي الاخ سعد بارك الله فيك يا اخ سعد من الجزائر. هذا جامع الإمام الشافعي على اليمين هناك داخل الشارع. وأمامنا مباشرة جامع الملك فهد مسكان الخبر، هناك جامع الملك فهد. والجو مثل ما تشاهدون، وهذا جامع الإمام الشافعي. واليوم جمعة،
باقي ساعتين على صلاة الجمعة. أذان صلاة الجمعة. ثلاث مساجد هنا أو أربعة. هذا جامع مانع بن جمعة منصور بن مانع بن جمعة. وهذا جامع باطوق، وخلفه جامع الإمام الشافعي، ونفس الإمام الشافعي جنبه جامع باسم أحد الصحابة لكني ما أعرف اسمه. هذا جامع باطوق، تبدأ فيه الصلاة بعد ساعة، الساعة 12، والإمام الشافعي الساعة 11، ومنصور بن مانع بن جمعة الساعة 11:30. يعني خلف بعض المساجد رايحين ان شاء الله الى الجامع الامام الشافعي، دائما نصلي فيه عند الشيخ سلمان. هذا الامام الشافعي، والجامع الاخر يجاور اربع جوامع هنا، وايضا من الشارع هناك جامع الملك فهد يبين لنا. هذه منارة الجامع اللي هو بعد الإمام الشافعي، يعني اللي يشوف المنارة يفكرها للإمام الشافعي، ما هي للإمام الشافعي، بينما المصلين داخلين الإمام الشافعي. هذا الإمام الشافعي اللي على اليسار اللي عليه قوس، بدأت الخطبة اليوم مش الشيخ سلمان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. عباد الله، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده. راعي سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيق؟ حتى يسأل الرجل صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. متفق عليه. فالأبناء نعمة، وتربيتهم أمانة في أعناق الوالدين. بالنساء خيرا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق. Thank you.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله، الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. هذا صوت الجامع المجاور لجامع الإمام الشافعي. الحمد لله، خروج الناس من الصلاة. أربع مساجد كلها متجاورة وكلها مليانة، الناس تصلي في الشارع. هذا الإمام الشافعي وهذا إلى جامع بن جمعة، منصور بن جمعة، عند مجمع بن جمعة الشعبي. هذا جامع بن جمعة. طلعنا من الصلاة 11:30، هذا لسه ما بدت فيه الصلاة، نسجل صوت المؤذن. صوت المؤذن هنا ما شاء الله تبارك الله، مع مصلين جايين من جهة مقبرة ثقبة. وهذا سوق بن جمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله دبر بحكمته شؤون العباد وأوضح بفضله سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الأشباه والأنداد وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث إلى جميع العباد المخصوص بالمقام المحمود والحوض المورود في يوم المعاد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما كثيرا مزيدا متقاول الآماد أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وإن من حاسب نفسه فأصلح أعماله وقام بما حمل من أمانة استعدادا لما أمامه فقد اتقى الحساب يوم القيامة فإن اليوم عمل على حسابه ولا عمل أيها المسلمون إن الإنسان مدني بطبعه اجتماعي بفطرته بدأ من طفولته مع أبيه وأبيه ثم أغرامه وأسرته ليرتد اتصاله بالبعد إلى أقاربه وجيرانه ومعارفه وجنانه فالأسرة هي اللذة الأولى لما يترتب على هذه العلاقة الشريفة من المصالح Thank you.
بمعرفة قدره والمحافظة على عقله. وهذا مسجد باطوق، مسجد باطوق أمامنا مباشرة لسع ما بدأت الصلاة فيه، تبدأ فيه الصلاة الساعة 12. يعني تسمع صوت خطبة الجمعة من مسجد بن جمعة وانت واقف عند مسجد باطوق. هذه قطة حلوة، هذا مسجد باطوق. سبحان الله، من 40 سنة احنا نصلي في المسجد هذا، يعني كنا نعرف كل اللي في المسجد، الحين اللي في المسجد ما يعرفنا ولا نعرفه، ما حد يعرف احد الحين. كان معكم أخوكم عادل اليامي أبو صالح. اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، الساعة الآن 11:46 صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء آخر إن شاء الله.